بس الملعقه ما سمعتها منه شيخنا. ها؟ ما الملعقه لا هذيك ابن عمنا الاخر محمد حبيب الله. ايوه محمد حبيب الله هذا في مصر. الملعقه يا محمد محمد حبيب الله بن مايابة. من بن مايابة؟ مايابة هذا لقب. مايابة هو يابا عند الشناطر معناها يقول لا يابا 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 يابا. هم كان يقول انه كريم جدا كريم انه اخذ ملابس سوى صدقه بها ما بقي قال لابس رواد. نعم كريم كان يقول فلان ما يابا يعني ما يقول لا لا يقول لا. نعم. لا يقول لا. تركوا اسمه هو سيد احمد وصار اسمه ما يابا ما يابا وكل العائله صارت انا ما يابا عائله كثيره ان شاء الله. نعم هذا كان في مصر. نعم. ووقعت له بعض الخلافات وبعض المضايقات فذهب الى مصر واستقبلوا وصار مدرسا عندهم. استدعوه مرة في حفل عام وأعطيه ملعقة ليأكل بها. نعم. قال له بمالك يقول وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. الملعقة ضمير منفصل واليد ضمير متصل. واستعمل اليد وترك الملعقة. الله رحمه الله رحمه الله. طيب قصة اللي اختبروه في الألفية يا شيخ من الشيخ الأمين ولا لا 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 بعض الناس كان يدعي أن يحفظ الألفية واختبروه في الألفية وركبوا له بيتا وجوزوا دخول لم هذا ليس هو الحقيقة. هذا أخ لنا في المدينة لا أحب أن أذكر اسمه. لا فجاءه فجاءه مفتش في دار التعليم صاحب مفتش لطيف. نعم. هو كان مفتش لكن هذا موظف هو هذا موظف في دار التعليم لا يفتش عليه. فحب انه ياخذ عليه فصل يختبره في الألفية. حب انه يخطا حب يغلطه. ايوه يغلط. قالوا يا شيخ لم تدخل على الفعل الماضي. قال ما تدخل على الفعل الماضي. قال لا ابن مالك يقول وجوزوا دخول لم على المضي كلم اتى ولم سعى ولم رضي. ايوه مشيت عليه مشيت عليه سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. فسالني بعض ذلك قال الشبل هو اسمه الشبل المدفتش اسمه الشبل. نعم قال الشبل يقول لي لم تدخل على الماضي. وقال لي هذا قلت له ليس بالألفية في الملك. بعد ماذا؟ والترخيم فيه شيء عن الترخيم. الترخيم يقال ان الترخيم ان احذف اخر المنادى كيسعى في من دعا سعاده. نعم بعضه يقال المصريون تعرف اصحاب نكته. نعم شيخ امين. نعم شيخ نعم. وان بعضهم قال له يا ولد قم المدرس قال الولد نعم قم الف الترخيم. ايوه فقال له ترخيم ان احذف اخر الحواشي. ايوه كيا خرا في من دعا خراشي. اسم المدرس اسم خراشي اسم المدرس خراشي. لا اله الا الله لا اله الا الله ركب عليها البيت. لا اله الا هاي نكت النحال حقيقه كبيره جدا. الحمد لله رب العالمين. الله المستعان والله محمد يا رب العالمين.